احنا طبعا اتكلمنا في ان يعني من المهم لكل الاطراف النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجهازه الفني بطبيعه الحال ان احنا يعني قبل ما نوصل لمرحله التوقف الدولي نكون محافظين على العلامه الكاملة. ودي هتكون حافز قوي جدا حين العوده باذن أكيد الله. اكيد طبعا. فتره التوقف الدولي دي بقى في حد ذاتها هل هي مفيده بس ولا ممكن تكون سلاح ذو حدين؟ اقصد ايه؟ اقصد ان هي مفيده طبعا عشان هتدي فرصه كافيه للمدرب والجهاز الفني ان هو ايه يتاملوا كده اللي حاصل، يعيدوا ترتيب اوراقهم، يعيدوا ترتيب حساباتهم الى اخره. ولكن في المقابل برضو وانت سخنان وبتفوز لقاء ورا الثاني ورا الثالث ومجموعه لقاءات منهم فيها سكور، فتحس ان السخونيه دي بتقل كتير مع التوقف. انت شايف الموضوع ازاي؟ هي سلاح ذو حدين. يعني في فرق في خلاص النادي الاهلي دخل زي ما حضرتك قلت ايه، هو سخن خلاص. أيوة. والليفل بيعلى زي القطر كده اللي قام خلاص فهو ماشي والاداء بتاعك تصاعدي. يعني انت ماتش المحله انت بس بترجع في الاخر، يعني انت حتى لما بيكون كسبان وماتش صعب ملعب المحله بلغه الكوره بقى انا ولعبت عليه كتير بقى لنا كام يوم. لا طبعا. صعب ملعب صعب على اي حد، فلا اللي انت بترجع يبقى انت عندك الحافز وعندك الدوافع اكتر، فبتعلى مستواك بيعلى من لقاء للقاء. بكره ممكن تلاقي النادي الاهلي بشكل مغاير تماما وتلاقي مستواه في تقدم او في زياده واداء الهجومي بيزيد بشكل كبير جدا. فممكن يحصل العكس، ممكن تلاقي بعد فتره التوقف وهيبقى في فتره كبيره اللعيبه بعيده عن المباريات الرسميه او الكلام ده يرجع هتبدا من اول وجديد، هتبدا من البدايه تاني، هتبدا اكنك تبدا من بدايه دوري جديد. وعلى العكس ممكن بقى انت في لعيبه كتير مصابه ممكن ترجع لك، يعني وفي لعيبه تقدر تجهز متولي، تقدر تجهز محمد محمود، محمود وحيد، هتقدر تجهز ناس كتيره جدا تقدر تفيدك في طريقه لعبك الجديده، لان طريقه اللعب الجديده دي هتحتاج واحد زي متولي. رجوعه لطريقه اللعب الجديده اعتقد هيفرق بشكل كبير جدا وهيكون عنصر مهم جدا كمان وبديل مهم لحمدي فتحي فيها، وممكن كمان يأديها بشكل افضل. فاعتقد هي سلاح ذو حدين اللي هيقدر يستغلها بشكل كويس ويشتغل على الاخطاء اللي وقع فيها. يعني حتى برضو النادي الاهلي هيبقى ان شاء الله 18 نقطه، لكن هيبقى عندك اخطاء وقعت فيها لازم تتعالج في فتره التوقف، لان انت عندك ترجع على بطولة افريقيا كمان، فده الهدف الاقوى كمان. يعني انت بتتكلم وترجع على كاس عالم الانديه، فانت مش عايز تقع في الاخطاء اللي انت بتقع فيها في الدوري المصري تقع فيها مع ناس مش هترحم، يعني سواء في بطولة افريقيا او في كاس عالم الانديه. لا انت هتبقى محتاج تركيز شديد، هتبقى محتاج اخطائك تقل، عشان كل ما اخطائك تقل نسبتك في الفوز هتكتر. صح. فلازم تكون تاخد الفتره دي فتره اعداد جديده لما هو قادم، سواء بطوله كاس العالم الانديه او كاس افريقيا او استكمال واستمرار بطوله الدوري الممتاز.